راه النضباط ديالكم في المنازل ديالكم كيبين الوعي والمسؤوليه وحب الوطن ديالكم. راه اي واحد بقى في دارو تيحمي ولادو وعائلته وبلادو، نبقاو في المنازل ديالنا. تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية بفرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد وكسائر العمالات والأقاليم ببلادنا، انخرطت عمالة سيدي قاسم تحت الإشراف الشخصي للسيد الحبيب نادر عامل الإقليم في اتخاذ كافة التدابير لمواجهة هذه الجائحة. وفي هذا الصدد ولتطبيق حالة الطوارئ، تنظم السلطة المحلية من قياد وأمن وطني وقوات مساعدة وجمعيات المجتمع المدني دوريات أمنية وحملات تحسيسية من أجل توعية المواطنين بصعوبة المرحلة التي يمر بها مغربنا الحبيب. الحملات التوعوية هذه تعرف تفاعلا إيجابيا من سكان مدينة سيدي قاسم في الامتثال لتعليمات السلطة المحلية، وذلك وعيا منهم بضرورة الانخراط في هذا الواجب الوطني للتغلب على هذا الوباء وإعادة البهجة والطمأنينة للنفوس كافة المغاربة. كيف كتعرفوا يعني جمعية إسعاف للعمل الإنساني والتضامن بإقليم سيدي قاسم، يعني قبل انطلاق الحالة الطوارئ الصحية خدينا على عاتقنا التوعية والتحسيس عن طريق حملات تحسيسية لإجابة كل الأحياء ديال مدينة سيدي قاسم. ومن بعد ما أننا كملنا الأحياء هنايا، حاولنا أننا نمشيو للجامعات القروية والجامعات ديال إقليم سيدي قاسم من أجل التحسيس والتوعية بشروط تاع الوقاية من هذا المرض. وفي نفس الوقت يعني كنقوموا يعني بحملة تحسيسية مع السلطات المحلية اللي مشكورين كل الشكر، لا من سلطة إقليمية لا من سلطات محلية، لا عناصر الأمن الوطني لا عناصر القوات المساعدة، للعمل الكبير الكبير والجبار اللي قاموا به في الإقليم. صراحة شيء يعني يتلي الصدر ما تقوم به السلطة الإقليمية هنا في إقليم سيدي قاسم. وحنا بدورنا كمجتمع مدني كنديروا يد في يد مع الناس ديال السلطات المحليه مع المنابر الاعلاميه باش ان شاء الله بلادنا ترجع للايام العاديه ديالنا. وتحيه نضاليه لكم، تحيه الناس ديال السلطه، تحيه الناس ديال الامن، تحيه لكل شيء. الله يجزيكم بخير وتبارك الله عليكم.